يلا امدح بقى. انت مين؟ اللمب. لمبك؟ لمبك كنت بتكلم سخان. اللمب امدح امدح. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت دخلت امتى؟ اه انا من امبارح وانا هنا. دخلت امبارح وعايز تخرج النهارده؟ اه يعني اتخنقت شويه. امدح بقى والنبي. نهارك طيب. نهارك اسود. انت عبد الباشا. والله انا اتفكرتك عرفت الحقيقه. حقيقتي ايه؟ اصل عن الخدعات شعر تعبان. اخرس! جاي السجن امبارح وعاوز تهرب النهارده. انت فاهم انك جاي التكيه بتاعت المرحوم. انت جاي هنا تتسجن عارف ليه؟ انت عالي على المجتمع. انت حساله حشره تداس بالجزمه القديمه. فاهم يا هلا؟ انا انت عارف السجن كويس؟ لسه ما صفقتش المكان. بتقول ايه يا هلا؟ لسه ما صفقتش المكان. انت مخبي موس في بقك يا هلا؟ اخبي موس في بق ليه؟ شعر دقنه بيطلع لجوه. يا هلا اصبر اضحك يا هلا. ده عبيط ده ولا ايه؟ اخرس. انت عارف يا هلا التواليتات بتاعت السجن؟ انت لو التاب دي الكبانيه. الكبانيه؟ الكبانيه؟ ما في حد ما يعرفش الكبانيه. عاوزك تمسح لي كل كبنات السجن كبانيه كبانيه. فين ده كبانيه؟ بعد كده تلم هدوم المساجين كلهم وتقعد تغسلهم. وبعد كده بعد كده احنيهم وارضعهم وانلمهم في سربريرهم. يا هلا الحنان ده كله. هلا هلا قلب الام ده. ايه قلب الام ده يا هلا؟ سيبه انت خليك معايا انا. هلا يا هلا الحنان ده. هلا انا هعمل ايه؟ بعد ما تعمل كل اللي قلت لك عليه ده تجيني هنا اجيب خنع. ايوه اكون فكرت لك في عقاب. فكر ربنا يرضعك. حطها في جيبك وسقمن بوكمن. سقمن بوكمن؟ ده عبيط ده ولا ايه؟ عموما يعني انا مش عارف يعني ما. يا رب يا رب ان الكل من اللي يقولنا. السلام عليكم بقى. لو عندك غسيل ها خميس وجمعه غسيل زي الفل. مع السلامه عليكم. انا 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 غسيلي الغسل كسر ايديا والشطيف حلو في عينيا والصابون جوا في عينيا علشان اغسل انا. لا 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 اغسل. لا 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 اكتب. الريحة الفظيعة دي الناس دي بتاكل ايه؟ بيبي؟ حكيفك يا ريت. خد ايه رأيك؟ يا لليش حظبطك ظبط. ايه رأيك في النفس الدور؟ يا لليش خد دي بقى تحت لسانك وخد البوسة دي. يا سلام. اصبر انت عارف لو الهروب دي باظت واتقفشنا هيعملوا فينا ايه؟ يوه يا عم ما تقلقش. انا متفق مع السواق التعيينات هيجينا هنا بعربية الخضار. عبال ما تضرب الجوين ده هيكون وصل. طب افرض افرض السواق ده مظبط مع الحكومه. يوه يا عم ما تقلقش انا مظبطه. انا بطمن بس. طب خلصنا ده. انتوا واثقين من السواق ده؟ يلا بقى عشان
تلحقوا تهربوا وترجعوا بدري. اه عندك حق، يلا بينا. زينا عزينا. شوف يا ادهم بيه، الباشا بقاله شهرين في السجن بتاعك، وهو بصراحه كده خلقه ضيق، وانت كل شويه تقول لي مش دلوقتي، الاسبوع اللي جاي، الاسبوع اللي بعده. انا عايزك تقول لي بالظبط وبصراحه كده ومن الاخر ايه الحكايه. مفيش حكايات ولا حاجه. الله، يعني انت ما تقدرش تعمل حاجه؟ اديني مستني رياض باشا ياخد اجازه، ياخد فرقه، يطلع ماموريه. ده انا جسيته بس ان انا مدخل تلفزيون او كاسيت للباشا كان هيعمل لي محاكمه عسكريه. يعني الحكايه باظت؟ مفيش حاجه باظت. انت مستعجل ليه؟ كل شيء وله وقته. ازيك يا لمبي؟ تعرفت ولا ايه؟ يا نهار ابيض. خلصت يا عم. متخف؟ تعرفت ولا ايه؟ متخف؟ خلاص انت هتفضحنا. مخرب بيت، مخرب بيت يا حرام، عفينا مفقودين لوحدنا. Thank you.
Thank you.